نشرة الثامنة من الام تي في، اهلا بكم. مساء الخير. كل الدلائل الإقليمية والدولية تشير إلى أن الخطط المعدة لسوريا بدأت تأخذ طابعا تنفيذيا، وربط المراقبون هذه التحولات ولو غير مرئية بقوة بعد بانتهاء الإدارة الأمريكية الجديدة من تنظيم نفسها، وقد باتت جاهزة الآن للتعاطي مع الشأنين السوري والشرق أوسطي بحرية أكبر. ويلفت المراقبون أنفسهم إلى تنامي الكلام الأمريكي والدولي عن الكيماوي السوري، رافضين مقارنتها بالحقبة التي سبقت اجتياح العراق، لأن لا حاجة للجان تحقيق وتقص لإثبات حصول المجازر باستعمال الكيماوي أو بالأسلحة التقليدية. يعزز صحة هذا النظرية كمية التقارير المسربة عن تفاهمات روسية أوروبية أمريكية عربية تركية إسرائيلية إيرانية، تصب كلها أو جزئيا في خانة دعم المعارضة على الأرض لتحقيق التكافؤ مع الآلة العسكرية للنظام، كما تصب كليا في خانة البحث عن مرحلة ما بعد الأسد. الحدث السوري على أهميته طغت عليه مساء الأنباء الواردة من مصر عن مغادرة الرئيس مرسي تحت وطأة التظاهرات المعارضة. هذه المعطيات تسخف الخلافات الداخلية الدائرة في لبنان حول الشأن السوري، والتي أثبتت كلها عجزها عن تبديل الواقع هناك. وتؤكد الوقائع أن معظم المتقاتلين على سوريا في لبنان إنما يوظفون مراجلهم لتهييج شوارعهم لاستخدامات انتخابية مكشوفة. وفي هذا الإطار تندرج الهجمة على النائب عقاب صقر، علما أنه هو أيضا لا يفعل أكثر من ممارسة واجبه الجهادي في سوريا على طريقته. في الشق الداخلي الآخر تتفاعل ثلاث قضايا: قضية حصانة النائب عقاب صقر، مصير الإسلاميين ضحايا عملية الكلخ وما رافقها من اشتعال نسبي لجبهة التبان باع المحسن، والاستئناف المستحيل للحوار خارج مجلس النواب في قانون جديد للانتخابات. وقد تعززت الاستحالة برفض العماد عون الحوار إلا تحت قبة البرلمان. نبدأ بالتطورات المصرية، وسينضم إلينا من هناك مراسلنا هشام مهران فور جهوز الاتصال به. تظاهرات الإنذار الأخير الرافضة للدستور المصري والتطورات الأخيرة في هذا التقرير لمراسلنا هشام مهران. هكذا كان مشهد قصر الرئاسة قبل أيام مستقبلا أنصار الرئيس المصري من جماعة الإخوان المسلمين. نفس القصر احتمى وراء الأسلاك الشائكة في مواجهة مظاهرات الإنذار الأخير الرافضة للدستور الجديد الذي يعطي رئيس الجمهورية جميع سلطات الرئيس السابق ولا يلزمه بتعيين نائب له، فضلا عن استمرار محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ما اعتبره المتظاهرون التفافا على مطالب الثورة. المواد المختلف عليها لو كان في نية الاتفاق كنا خلصنا منها في يوم واحد، ولا تزال هذه الإمكانية قائمة. 36 مادة حددتها القوى السياسية المنسحبة من لجنة الدستور تضع مصر حسب رأيهم تحت ولاية الفقيه، أخطرها المادة المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع بأنها تشمل القواعد الفقهية والأصولية، وكذلك المادة التي توجب أخذ رأي الأزهر في أي قانون يطعن عليه بدلا من إحالته للمحكمة الدستورية. وفيما احتجبت 11 صحيفة مصرية عن الصدور، جدد نادي قضاة مصر رفض الإشراف على استفتاء الدستور منتصف الشهر الجاري رغم موافقة مجلس القضاء الأعلى وبعض الهيئات القضائية. مقاطعة الإشراف على الاستفتاء على الدستور بشروط: أولها إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، الأقصد المكبل، وما ترتب عليه من آثار. وفق محللين سياسيين فإن المشهد السياسي في مصر بعد عامين من الثورة يبدو مشابها للمشهد قبلها، فصيل سياسي واحد هو التيار الإسلامي يسيطر على السلطة ويطرح دستورا لا يحظى بتوافق وطني، وكأن الثورة لم تقم في مصر. هشام مهران، MTV، القاهرة. ونعود إلى الزميل هشام مهران مباشرة من القاهرة. هشام، أهلا بك. بداية، ما صحة المعلومات عن مغادرة الرئيس مرسي تحت وطأة تظاهرات المعارضة؟
نعم صحيح، ان الرئيس محمد مرسي غادر قصر الرئاسه الذي اطلق عليه قصر الاتحاديه منذ حوالي ساعه، وهذه المغادره تمت بناء على طلب قوات الحرس الجمهوري التي تولت تامين الرئيس بشكل مباشر، وذلك بعد تمكن المتظاهرين من الوصول الى القصر ومحاصرته، وكان قرار الاخلاء تحسبا لاي مخاطر قد تحدث، وايضا رغبه في تهدئه المتظاهرين عندما يعلموا ان الرئيس غير موجود بالقصر. الرئيس محمد مرسي خرج من الباب الخلفي لقصر الرئاسه، وحسب مصادر امنيه فانه قد وصل الى منزله بالفعل. يعني هناك الاف من المتظاهرين يتجهون في امتلاكات حشيده من الاماكن المتقدمه الى قصر الرئاسه احتجاجا على العمل السوري المحطم لقرارات الرئيس المصري محمد مرسي، وايضا احتجاجا على مشروع الدستور الجديد الذي تم نطاقه الجاري هنا بعد احتجاجا على افتقار هذا الدستور الى ما يرون انه يفتقر الى المواطنه ويفتقر الى التوافق الاجتماعي. حسب وزاره الصحه المصريه فان عدد المصابين في الاشتباكات حتى الان في محيط قصر الرئاسه وصل الى 18 مصابا، وهناك ايضا اشتباكات في محافظه المياه في صعيد مصر بين متظاهرين الشرطه، يحاول المتظاهرون اقتحام مقر حزب الحريه والعداله في محافظه المياه في صعيد مصر. الزميل هشام مهران شكرا جزيلا لك، ونعتذر عن رداءة الصوت. تواصلت الاشتباكات في طرابلس بين منطقتي جبل محسن وباب التباني، وتنضم إلينا مباشرة من عاصمة الشمال الزميلة جويس عقيقي. جويس يعطيك العافية، الوضع الميداني في هذه الأثناء. نعم فادي، يعني تجددت الاشتباكات منذ بعض الوقت، أنا موجودة حاليا على دوار أبو علي، أستطيع أن أسمع في هذه اللحظات الطلقات النارية التي بدأت تتكثف منذ بعض الدقائق. أيضا هناك بحسب المعلومات عمليات القنص أيضا مستمرة فادي، الجيش متواجد في موجود في طرابلس في ساحة النور، وهو بطبيعة الحال أيضا في مراكزه في شارع سوريا الفاصل بين جبل محسن وباب التبني. إذن الوضع يبدو متوترا بعض الشيء فادي. حصيلة هذا النهار كان قتيل من جبل محسن وهو محمد إبراهيم الذي قتل متوفيا أو سقط متأثرا بجروحه برصاص القنص، وأيضا قتيل من باب التباني وهو عبد القادر نصوح، وبحسب المعلومات هناك حصيلة هذا النهار 9 جرحى بينهم عسكريان، ولكن هذه المعلومة لم تؤكدها قيادة الجيش في بيان رسمي حتى الساعة. أيضا استطعنا أن نرى منذ بعض الوقت سيارات الإسعاف تتجه من هنا، ولكن فادي طريق الملولة مقطوعة، وقد حولتها قوى الأمن الداخلي، حولت السير إلى محلة المنكوبين. إشارة أخيرة فادي إلى أنه هناك مصدر أمني رفيع أكد يعني أو توقع للأم تي في أن تشتد حالة التوتر بين جبل محسن وباب التباني خلال ساعات الليل. إذن فادي هكذا هو الوضع، الطلقات النارية لا زلت أسمعها، وأيضا القنص لا يزال مستمرا. فادي حدثنا من طرابلس، شكرا جزيلا لك. كيف بدأ الوضع في طرابلس خلال فترة قبل الظهر؟ طلقات نارية، أعمال قنص، ودوي قذائف إنرجا، هذه هي حال عاصمة الشمال وتحديدا في محيط باب التباني جبل محسن. الاشتباكات تجددت بشكل متقطع خلال فترة قبل الظهر، وذلك على خلفية نشر صور قاسية وفيديو للقتلى اللبنانيين في تلكلخ يتعرضون للتعذيب، ما أثار استنفار أهالي باب التباني وجبل محسن. عم بيتم قنص علينا من جبل محسن من هون، ما عم بيخلوا حدا يقطع، وانتوا صورتوا شباب، احنا ما بدنا معركة، احنا بدنا الحكومة اللبنانية تجيب لنا شهدائنا.
اشتباكات قبل الظهر لم توقع أي جريح أو قتيل، وبعض الأهالي تركوا منازلهم خوفا من أن تشتد المعركة. شارع سوريا خيم عليه هدوء خرقته أصوات الرصاص وسط انتشار للجيش وإقفال تام للمحال التجارية. إذن الوضع في طرابلس غير مستقر، والمعلومات ترجح استمرار هذا الأمر إلى حين استضاح مصير القتلى اللبنانيين في تل كلخ، وخاصة بعد المواقف التي أطلقها كل من وزير الخارجية اللبناني والسفير السوري في لبنان. من طرابلس، جيسيكا عزار، MTV. أعلنت قيادة الجيش أن منطقة باب التباني جبل محسن شهدت عمليات قنص متبادلة بين مسلحين ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات. وقد ردت وحدات الجيش على مصادر النار بالأسلحة المناسبة، كما قامت ولا تزال بتسيير دوريات راجلة ومؤللة، وأقامت حواجز تفتيش ودهم لأماكن إطلاق النار وتعزيز انتشارها في الأحياء المتوترة. وحذرت قيادة الجيش المسلحين من تمادي العبث بأمن طرابلس، مؤكدة أنها سترد بحزم على مصادر إطلاق النار من أي جهة كانت. أعلن السفير السوري علي عبد الكريم علي أنه بناء على طلب وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور المساعدة في إعادة جثامين اللبنانيين الذين قضوا في تل كلخ السورية، فإن الحكومة السورية تدرس لأسباب إنسانية معالجة هذه القضية على يتم لاحقا بالتعاون مع منصور تحديد خطوات الحل وآلياته. أكدت المسؤولة الإعلامية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر سمر القاضي أن رئيس البعثة تلقى طلبا من رئيس الحكومة نجم ميقاتي للعمل للمساعدة على استعادة جثامين اللبنانيين الذين قتلوا في تل كلخ. وقالت إن اللجنة أبدت استعدادها للقيام بدورها الإنساني والشفاف والمحايد كوسيط من أجل إعادة الجثامين بموافقة الأطراف المعنية، كما أنها لا تتدخل بأي مفاوضات في هذا الشأن. مجلس الوزراء يبحث في قضية تل كلخ فيما لم يتخذ أي قرار بعدم إعطاء داتا الاتصالات والرسائل النصية كاملة. تقرير برنا نعم شديد. جلسة عادية لمجلس الوزراء تميزت بالهدوء، إلا أنها لم تخلو من الغوص في بعض النقاط السياسية الساخنة. الحيز الأكبر للنقاش في الجلسة كان للوضع الأمني في طرابلس، ولا سيما حادثة تل كلخ التي بقيت ظروفها غامضة بحسب الوزراء. وقد استهل الرئيس نجيب ميقاتي الجلسة باستعراض آخر تطوراتها، مؤكدا سياسة الحكومة النأي بالنفس عن الأزمة السورية. ميقاتي طالب اللبنانيين بالبقاء بعيدين عما يجري في سوريا، داعيا أهل طرابلس إلى عدم الانجرار إلى المحاولات لتأجيج الصراع في المدينة، لافتا إلى أن الجيش والقوى الأمنية اتخذت الإجراءات لضبط الوضع. إن الحكومة اللبنانية لن توفر أي جهد من أجل كشف مصير هؤلاء المواطنين اللبنانيين، وقد اتصلت بممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان وطلبت منه التدخل لدى السلطات المعنية في سوريا لاسترجاع جثث من قتلوا والاستحصال على معلومات عن مصير الآخرين. كما قام وزير الخارجية بالاتصال بالسفير السوري طالبا استعادة جثث هؤلاء اللبنانيين. وعلى عكس ما كان متوقعا، لم يغص مجلس الوزراء بطلب إعطاء الداتا كاملة على الرغم من إثارة الموضوع في الجلسة. بقي بعض الوزراء على تحفظهم، وفي طليعتهم الوزير صحناوي فيما اعتبر وزير الداخلية أن لا مشكلة في إعطاء ما تطلبه الأجهزة الأمنية للضرورات الأمنية، ولم يعلق على الأمر وزراء التقدمي الاشتراكي، وانتهى النقاش عند هذه النقطة من دون اتخاذ أي قرار. أما ما أصر وزير الاتصالات على نقاشه فهو ما قال إنه نشر في وسائل الإعلام عن تهديد تعرض له من بعض الأجهزة الأمنية، وقد طلب مجلس الوزراء بشكل غير رسمي إجراء تحقيقات للتأكد من الأمر، بعدما مازح الوزير شربل صحناوي بالقول برك الخبرية من جدية وعم يمزحه. على صعيد آخر وبخطوة لافتة، عين مجلس الوزراء العميد روجيه سالم مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي بالوكالة مع الحفاظ على وظيفته، علما أن المدير العام الحالي اللواء أشرف ريفي يحال على التقاعد في نيسان المقبل. استقبل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في منزله في الرياض وفد الائتلاف الوطني السوري المعارض الذي يزور السعودية برئاسة رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب. أوضح بيان لمكتب الحريري أن اللقاء تخلله التداول في أهداف الائتلاف، وأن الحريري أكد التضامن الكامل مع الثورة، وقال إننا في لبنان نتطلع إلى اليوم الذي تتحقق فيه أمان الشعب السوري بقيام نظام ديمقراطي، ولن نتراجع عن تأييدنا للثورة وقواها الديمقراطية مهما بلغت التحديات.
كلف النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي قسم المباحث الجنائية المركزية تفريغ مضمون شرائط التسجيل المنسوب إلى النائب عقاب صقر تمهيدا لدراستها واتخاذ القرار المناسب في ضوء القوانين اللبنانية والمعاهدات الثنائية. اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سلامه من قائد الجيش العماد جان قهوجي على الوضع شمالا وعلى التدابير الميدانية لضبط الوضع الأمني والتشدد في ضبط المعابر ومنع عبور السلاح. وتناول سليمان مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد عمل السلطات القضائية والنيابات العامة وأهمية أن يكثف القضاء أعماله بغية الإسراع في بت الملفات المطروحة أمامه. في الشأن السوري، تحذيرات من مغبة استخدام الأسلحة الكيميائية والأفراد يدعو إلى عدم المبالغة في الكلام عنها، والناتو يوافق على نشر صواريخ باتريوت في تركيا. ميدانيا تتواصل المعارك وتتركز في العاصمة وريفها. رغم استيلاء مقاتلي المعارضة على صواريخ أرجو، لا تزال الغارات الجوية التي تنفذها القوات النظامية العائق الأساس أمام تقدم المعارضين ميدانيا وخصوصا في العاصمة. أبطال سيوف الشام، مناطق في محيط دمشق تعرضت لقصف من القوات النظامية تزامنا مع اشتباكات في محيط بيت سحم الذي يدك بالقذائف، وذلك أثر هجوم نفذه مقاتلون على حاجز للقوات النظامية عند مفرق طريق مطار دمشق الدولي. الإعلام الرسمي أشار بدوره إلى أن الجيش النظامي يستمر في تقدمه على محاور ريف دمشق ملحقا خسائر فادحة في صفوف من وصفهم بالإرهابيين. من جهة أخرى، قتل 9 طلاب ومدرس وجرح 20 جراء سقوط قذائف على مدرسة في مخيم الوافدين في ريف دمشق وفي حي التضامن في جنوب العاصمة. قال التلفزيون الرسمي أن إرهابيين قتلوا صحفيا في جريدة تشرين الرسمية لدى توجهه إلى مكان عمله. وسط هذه الأجواء، سيطر مقاتلون من جبهة النصرة الإسلامية المتطرفة على قرية التبني في دير الزور شرق البلاد إثر اشتباكات عنيفة، في حين حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما نظام الأسد من مغبة استخدام أسلحة كيميائية ضد شعبه. وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل رأى أن الانتقال السياسي للسلطة في سوريا أصبح ضرورة وحتمية للحفاظ على وحدتها. التدمير الشديد الذي تشهده المدن السورية تحت قصف الآلة العسكرية العمياء للنظام التي لا تبقي ولا تذر، وهو الأمر الذي يجعل من عملية الانتقال السياسي للسلطة أكثر حتمية وضرورة للحفاظ على سوريا أرضا وشعبا. ونرى في تشكيل الائتلاف السوري الجديد خطوة إيجابية مهمة تجاه توحيد المعارضة تحت لواء واحد، ونأمل أن تشهد خطوة مماثلة نحو توحيد مواقف ورؤى المجتمع الدولي في تعامله مع الشأن السوري من كافة جوانبه السياسية والأمنية والإنسانية. وسوف تشارك المملكة بمشيئة الله تعالى في مؤتمر أصدقاء سوريا المقرر عقده في مراكش. ومن الغريب أن يكون مجلس الأمن هو المكان الذي تختلف فيه الرؤى. يعني مجلس الأمن في دول دائمة العضوية منحت هذه الديمومة لتكون ركيزة للحلول، لا لتكون مصب للنزاعات بين الدول. بعد الإعلان، المستقبل للعقاب للحزب قبل صقر. أفادت مراسلتنا في الشمال بأن الجيش اللبناني يعزز انتشاره بقوة في مناطق الاشتباك. النائب ميشيل عون يعلن أن لا لزوم للحوار مع المعارضة لأنها اختارت الشارع، وطالب الحكومة والبرلمان بالقيام بالواجب حيال أعمال النائب عقاب صقر. انتقد رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون عدم حضور نواب المعارضة إلى مجلس النواب، واصفا هذا الفعل بفتح فروع للمجلس في البيوت، الأمر الذي يعتبر بحسب عون غير قانوني وغير دستوري. عون وبعد اجتماع التكتل أكد أنه لن يستمع لأي معارض إلا في البرلمان. ونحن مستعدين ندافع عن الدستور بجميع الوسائل المتاحة، نحن مش مستعدين نقبل بأي انقلاب أو بده يرجع بحث الموضوع بمجلس النواب.
اللي بده يعمل اقتراح اللي بده يعمله. نحن بدنا نصم دينينا عن الحكي وما بنسمع الا جوات المجلس. وعن طلب شعبة المعلومات معرفة محتوى الرسائل SMS، رأى أن شعبة تحاول التجسس على مزيد من خصوصيات الناس بغرض الابتزاز، مؤكدا أن مجلس الوزراء لا يتحمل مخالفة دستورية بعدما ورث منها الكثير. عون تطرق إلى ما حصل معه عام 2004 عندما أحيل على القضاء بعدما طالب بتنفيذ انسحاب الجيش السوري من لبنان، وقارن الحادثة بحادثة النائب عقاب صقر. أنا بعتقد أنه الحكومة اللبنانية والمجلس النواب اللبناني عليهم مسؤوليات كبيرة. أنا كعضو بمجلس النواب ما بقدر أتحمل التدخل هيدا. إذا اللبنانية هالمعارضة البلوطة وينية؟ هؤلاء هن ذاتهم اللي طلبوا أنا بإحالتي على القضاء. هؤلاء عم يفتحوا بجوقهم اليوم بيحكوا هالشي مش مقبول وبيتطلب إجراءات قضائية ضد النواب يلي عم يساهموا بهالحرب هيدي. وحول قانون الانتخاب ذكر بأن الاتفاق تم في بكركي بإجماع المطارنة والبطريرك وجعجع والجميل على السير بالقانون الأرثوذكسي أو النسبية ضمن الدوائر الوسطى، متهما جعجع بأنه أخلف بالوعد. لكن الكذب حبله قصير، ما فيك تروح فيه للآخر يا دكتور جعجع. وجدد عون عدم موافقته على إسقاط الحكومة وتأليف أخرى، مؤكدا عدم حصول فراغ في السلطة في لبنان في حال لم تجري الانتخابات النيابية. كتلة المستقبل النيابية دعت إلى محاسبة حزب الله وأمينه العام لأدائه دورا عسكريا في سوريا. رأت كتلة المستقبل النيابية أن إعلان حزب الله عن إرساله مقاتلين في سوريا إلى جانب النظام السوري زاد في أزمة الثقة بجدوى الحوار في هذه المرحلة، معتبرة أن استقالة الحكومة باتت مقدمة ضرورية لأي خطوة يمكن الإقدام عليها. وإذ نوهت الكتلة بدور رئيس الجمهورية حملت مسؤولية ما جرى في تلكلخ للحكومة اللبنانية أولا لأنها لم تستجب لمطلب نشر الجيش عند الحدود اللبنانية السورية، وثانيا لحزب الله وأمينه العام. إن من يتحدث عن محاسبة النائب عقاب صقر قانونيا ويطلب رفع الحصانة النيابية عنه، عليه قبل ذلك محاسبة حزب الله والمسؤولين فيه وخصوصا أمينه العام السيد حسن نصر الله الذي تحدث علنا وتكرارا عن دور الحزب العسكري في سوريا، حيث يرسل مقاتليه وأسلحته ويقدم الإمداد والمساندة والقتال والخبرة والذخيرة إلى النظام السوري وعصاباته وشبيحته. واستنكرت الكتلة موقف بعض المسؤولين إزاء طلب شعبة المعلومات الحصول على محتوى رسائل خلوية في نطاق محافظتين محددتين لكشف ملابسات جريمة اغتيال لواء الشهيد وسام الحسن في الأشرفية، معتبرة أن هذا الطلب استثنائي ومحدد ومحصور في الزمان والمكان ولا يهدف إلى اختراق حريات المواطنين بل إلى حمايتهم من المجرمين والقتلة. أعلنت حركة أنصار الله في بيان فك ارتباطها مع حزب الله سياسيا وعسكريا وأمنيا، مؤكدة مواصلة مسيرة الجهاد والمقاومة حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني المحتل. وأكدت الحركة قطع العلاقات القائمة مع حزب الله بكل أشكالها، مشددة على المضي في طريق الجهاد والمقاومة لأنها حركة إسلامية فلسطينية مستقلة. في الخاص، السلك الدبلوماسي بخطر والتصنيفات المؤجلة تمت ناقصة وألحقت الظلمة بمجموعة كبيرة من المصنفين على الفئة الثالثة. تقرير دونيز رحمي فخري. لا تقتصر قصة السلك الدبلوماسي والتعيينات الأخيرة على تعيين سفراء جدد في مراكز تكون عادة مخصصة للمخضرمين في السلك، ولا على تجنب تعيين سفير في بعض الدول كهولندا على سبيل المثال بطلب من رئيس الحكومة كما علمت الـMTV ولأسباب خاصة به. القصة تتعدى هذه الأمور لتصل إلى تصنيفات صدرت ناقصة، فطالت الفئة الثانية دون الثالثة المعرقلة تصنيفاتهم منذ سنوات بعد ربط مصيرهم بمصير 18 ملحق اغترابي من بينهم ابنة الرئيس بري فرح، والذين دخلوا إلى السلك بمقابلة وليس بامتحان في زمن دمج وزارة المغتربين بوزارة الخارجية. الملحقين الاغترابيين مصرين أنه يتصنفوا كلهم إلى الفئة الثانية بالمشروع يلي تقدم وقت اللي كنت أنا. وهني ما بيحق لهم يعني يتصنفوا؟ أنا بعتبر
احتساب أقدميتهم من وقت اللي دخلوا على وزارة الخارجية، يعني سنة 2000 هني بدهم يحسبوا الأقدمية تبعهم وقت اللي عملوا معهم المقابلة واعتبرون ملحقين اغترابيين في وزارة المغتربين، أي سنة 1995. إذا أخذناهم سنة 95 برأيي أنا منكون سبقناهم على مجموعة كبيرة من الدبلوماسيين يلي المفروض كان أنه يتصنفوا. يوسف رجي، كارولين زيادي وكارلا جزار مصنفون على الفئة الثالثة منذ العام 92، انتظروا طويلا أن يرفعوا إلى الفئة الثانية، لكن عندما حصلت التصنيفات منذ 8 سنوات استثنوا بسبب عدم وجود شواغر في الفئة الثانية من الطائفة المارونية التي ينتمون إليها. الحقيقة أنه صار في ظلم، لأنه هلأ في من الفئة الثالثة دبلوماسيين دخلوا سنة 1992 على وزارة الخارجية، وبعدهم فئة ثالثة ما تصنفوا للفئة الثانية، بينما هلأ بالتصنيفات الأخيرة تصنف زملائهم يلي دخلوا معهم بنفس السنة عملوا سفرة، وتصنف زملاء لهم سفرة دخلوا من بعدهم بسنتين كمان. المؤلم والمحزن، يقول الأمين العام السابق لوزارة الخارجية، هو أيضا أن تأخير التصنيفات الثالثة فوت على وزارة الخارجية فرصة إجراء مباراة لدبلوماسيين جدد. هالسلك الدبلوماسي هو الحصن الحصين للبنان بكل الظروف، حرام يتعرض لخطر. باختصار ومن دون أي تجميل، السلك الدبلوماسي اللبناني بخطر، والمحاصصة والفئوية تهددان ما تبقى منه، فهل من منقذ؟ بالعودة إلى التطورات في طرابلس، نشير إلى أن الجيش يرد بالأسلحة المتوسطة على مصادر النيران عند محاور باب التباني والشعراني والبقار والريفة في القبة والمنكوبين والملولي، بعدما أنذر المسلحين بالرد منذ ساعات المساء الأولى. أعلنت إدارة مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي في بيروت أن البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم يعاني جلطة دماغية تؤثر في وعيه ومقدرته الحركية، وهو في حال طبية مستقرة من خلال العلاج المكثف الذي يخضع له في غرفة العناية الفائقة. وأوضحت الإدارة أن عددا من المسؤولين السياسيين زاره مطمئنا، أبرزهم وزير الصحة علي حسن خليل وعدد من الوزراء والنواب والشخصيات الروحية ورئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع. وفد من كتلة المستقبل النيابية التقى رئيس مجلس النواب القبرصي في مقر إقامته، وتم تشديد على تطوير العلاقات واحترام مبادئ السيادة والاستقلال. في إطار اللقاءات التي ستطبع زيارة رئيس مجلس النواب القبرصي ياناكيس أوميرو إلى بيروت بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، التقى أوميرو رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في مقر إقامته في فندق لوغري، وجرى البحث في آخر المستجدات الداخلية والخارجية وشؤون تهم البلدين. السنيورة أكد موقف لبنان الثابت في احترام سيادة ووحدة الأراضي القبرصية، وتم التطرق إلى القضايا المشتركة وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة وحل الإشكال المتعلق بالنقطة الثلاثية على الحدود المشتركة بما يفيد البلدين، وجرى تطرق أيضا إلى الوضع الفلسطيني والدعم الذي تلقاه قضايانا من قبل الدولة القبرصية، والتي تجلت في آخر مرة في التصويت لصالح انضمام دولة فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة. أعتقد أن دولة قبرص يمكنها أن تلعب دورا إيجابيا وبناء في تعزيز العلاقات التي تربط ما بين الاتحاد الأوروبي والشرق العربي. أوميرو بدوره أعرب عن تأييد قبرص حكومة وشعبا تأييدا كاملا القضية العادلة للشعوب العربية وقضية فلسطين. نحن نؤيد من إقامة دولة فلسطين الحرة، والدليل على ذلك أن قبرص صوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار الذي أعطى صفة العضو المراقب في الجمعية العامة. ورحب أوميرو بالمواقف اللبنانية الثابتة من القضية القبرصية، والتي تعتمد على المبادئ من أجل التوصل إلى حل للقضية القبرصية ينهي احتلال الجزيرة ويؤدي إلى إعادة توحيدها.
النائب السابق ناصر قنديل اتهم رئيسي الجمهورية والحكومة بمخالفة الدستور في قضيتي ميشيل سماحة والنائب عقاب صقر، وسأل عما إذا كانت الطبقة السياسية ستجرؤ على المطالبة بمحاكمة الرئيس سعد الحريري كمجرم حرب. بقضية ميشيل سماحة تدخل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة خارج القانون والدستور، عملوا حالهم محققين وطلعوا يقولوا بتشييع اللواء وسام الحسن إن لذلك صلة. أنتوا مين لتقولوا لذلك صلة؟ ونحن مش شايفين عقاب صقر قدامنا، هذا موظف. نحن شايفين سعد الحريري، وسعد الحريري باعترافات عقاب صقر أن التسجيلات صحيحة يقدم اعترافا غاية في الأهمية لأي محقق لأي نيابة عامة لأي قضاء بأن سعد الحريري يدير حربا أهلية في سوريا ضد فريق من السوريين. هل ستملك الطبقة السياسية اللبنانية وعلى رأسها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة جرأة القول أن هناك مجرم حرب اسمه سعد الحريري، ترفع عنه الحصانة ويحاكم على هذا الأساس؟ ده صدر فخامة الرئيس بالطائرة أيوب أنه هي إيراني، أنه إيران عم تتدخل عبر سلاحها في موضوع يتصل بشو بردع إسرائيل. بس نحن ما بنقبل لبنان يكون ساحة رسالة ردع إسرائيل. خراب سوريا بتقبل يا فخامة الرئيس يكون لبنان ساحة العمليات؟ أحال النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي ملف التحقيق في تزوير النتائج المخبرية أو ما يعرف بملف الأدوية المزورة إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بعدما انتهى قسم المباحث المركزية من تحقيقاته في القضية. باشر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم اليوم تحقيقاته في ملف بيع الأراضي في الدمور وكتم الثمن والتهرب من دفع الرسوم الضريبية واستمع إلى الجهة المدعية. تحت رعاية المجلس الدستوري اللبناني نظم المركز العربي لحكم القانون والنزاهة ومؤسسة FNF ورشة عمل المعايير الدستورية لقانون الانتخابات ومراقبة الانتخابات. ورشة العمل هذه تأتي في إطار سلسلة نشاطات تقوم بها الجهات المنظمة بغية تفعيل النظام الانتخابي. بعد الإعلان كيت حامل وبريطانيا تجن. في العراق قتل 6 أشخاص بينهم 4 أطفال من عائلة واحدة في هجوم مسلح على منزلهم شرق بغداد. من جهة أخرى منعت السلطات العراقية طائرة وزير الطاقة التركي من الهبوط في مطار أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بسبب عدم حصول الرحلة على الموافقات القانونية اللازمة وفق مسؤولين عراقيين. يزور الملك الأردني عبد الله الأراضي الفلسطينية الخميس وفق ما ذكر مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مضيفا أن هذه الزيارة ستكون أول زيارة رسمية لمسؤول كبير إلى الدولة الفلسطينية بعد حصولها على اعتراف من الأمم المتحدة. في الكويت تظاهر مئات من أنصار المعارضة في العاصمة ضد البرلمان الجديد الذي انتخب السبت واعتبروا أنه يعمل لحساب السلطة، ودعت المعارضة التي تضم إسلاميين وقوميين وليبراليين وأنصارها إلى التظاهر في 8 من كانون الأول للمطالبة بحل البرلمان. إيران تعلن أسر طائرة أمريكية وواشنطن تنفي لافروف لم يكسر معصمة، وكوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ. نفى القائد الإقليمي للبحرية الأمريكية فقدان أي طائرة تابعة لبلاده، وذلك بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن إيران أسقطت طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار في مجالها الجوي فوق مياه الخليج، موضحا أن الطائرة من طراز سكان إيجل تحمل عادة على سفن البحرية الأمريكية. نفت الخارجية الروسية أن يكون وزير الخارجية سيرغي لافروف كسر معصمه خلال زيارة إلى اسطنبول، موضحة أنها إصابة طفيفة خلال ممارسة الرياضة لم تؤثر على برنامج عمل الوزير، والمعلومات التي نشرت محض تلفيق. أنجزت كوريا الشمالية في قاعدتها سوهاي الطبقة الأولى من الصاروخ الذي تنوي إطلاقه في كانون الأول رغم تزايد نداءات المجموعة الدولية للتخلي عن هذا المشروع. في المقابل كشفت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن سيول تجري اتصالات في كل الاتجاهات لإجبار الشمال على التخلي عن إطلاق الصاروخ. لجأ 10,000 فلبينيين إلى ملاجئ حكومية مع وصول الإعصار بوفا، وهو أقوى الإعصارات التي تضرب جنوب الفلبين هذه السنة مع زخات قوية من المطر على المدن وظلام يعم المناطق. ووصل الإعصار بوفا إلى الأرض في شرق جزيرة ميندناو مع أمطار ورياح عاتية وصلت سرعتها إلى 210 كيلومتر.
خبر من العائلة الملكية البريطانية يتفوق اليوم على الأخبار السياسية. زوجة الأمير ويليام حامل تقرير أرسلة دكاش. خبر تصدر اليوم عناوين الصحف في مختلف أنحاء العالم والعناوين الإخبارية على مختلف المحطات التلفزيونية. دوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام وزوجته كاثرين بانتظار مولودهما الأول. الخبر الذي صدر رسميا عن مكتب الأمير ويليام شغل العالم، وسرعان ما قدم عدد كبير من السياسيين التهنئة على هذا الخبر، منهم رئيس الوزراء البريطاني ورئيسة الوزراء الأسترالية، في وقت دخلت فيه كاثرين إلى مستشفى الملك أدوارد السابع بوسط لندن بعد معاناتها من غثيان صباحي حاد ما استدعى نقلها للمعالجة، حيث ستبقى تحت أنظار الأطباء لبضعة أيام. كاثرين تعاني من التقيؤ المفرط وهو يؤدي إلى جفاف وسوء تغذية، لذلك هي بحاجة للتغذية الصحيحة، وهذا الأمر يشير أحيانا إلى أن الوالدة تحمل توأما. هذا الخبر تناقلته وسائل الأعلام خصوصا في أوروبا ولاقى صدى إيجابيا جدا بين الناس الذين أعربوا عن حماسهم لويليام كيت، اللذين حصد زواجهما في نيسان الماضي مواكبة شعبية وأعلامية لا مثيل لها. إلى الزميل موريس متى والصفحة الاقتصادية. مساء الخير. البداية اللبنانية، توقعت مصادر مطلعة بالقطاع النفطي للام تي في أنه تعود أسعار بعض المحروقات هالأسبوع للارتفاع، حيث متوقع أنه يرتفع صباح بكرة الأربعاء سعر البنزين بحدود 100 ليرة ويستقر سعر المازوت. أيضا لبنانيا، أقام بنك لبنان المهجر حفل غداء تكريمي للصحفيين والإعلاميين، ونوه رئيس مجلس الإدارة والمدير العام سعد الأزهري بجهود الأسرة الإعلامية لنشر الثقافة الاقتصادية، كما تم عرض لأهم إنجازات بلومبانك بال 2012 لحقق نمو بأرباحه ب 6% ل 250 مليون دولار حتى أيلول 2012 رغم الأزمة السورية. وفاز بلومبانك بعدة جوائز أبرزها جائزة أفضل مصرف بلبنان 2012 من The Banker التابعة لمجموعة Financial Times. كشف وزير السياحة فادي عبود عن اكتمال حجوزات شركات الطيران لعيدي الميلاد ورأس السنة بنسبة 100%، وأكد أنه الكل أصبح جاهز لاستقبال الأعياد. كما وأكد الوزير أنه السياحة بلبنان ليست بصحة سليمة، مما بيفرض على الجميع العمل لتمرير هالمرحلة الصعبة اللي بتمر فيها المنطقة. أوروبيا، اعتبر وزير المالية الروسي أن قبرص ممكن ما تحصل على قرض بقيمة 5 مليار يورو كانت طلبته هالصيف من موسكو، لكون الجزيرة اتفقت مع المؤسسات الأوروبية على تلقي التمويل. وكانت روسيا منحت قبرص لتأثرت بشدة من أزمة اليونان قرض ب 2.5 مليار يورو بال 2011، إشارة إلى أنه بيعيش بقبرص 50 ألف روسي بشكله 5% من عدد سكانه. أيضا أوروبيا، لم يتوصل وزراء مال الاتحاد الأوروبي لاتفاق حول الإشراف الموحد على مصارف منطقة اليورو، وأتأكدوا على سعي لتجاوز خلافات قبل القمة اللي تعقد ب 13 و14 كانون الأول الحالي. وهالخطوة بتشكل المرحلة الأولى من الاتحاد المصرفي اللي بيتمنى القادة الأوروبيين تأسيسه لمنع حدوث أزمات جديدة. وكان بيتعين على القادة الاتفاق على الإطار التنظيمي الجديد للقطاع المصرفي والمعروف ببازل 3، واللي كان يفترض نظريا أن يدخل حيز التنفيذ الأول من كانون الثاني 2013 لكنه تأخر. عالميا، بتواجه شركة الاتصالات أمريكا موفيل اللي بيملكها أغنى رجل بالعالم المكسيكي اللبناني الأصل كارلوس سليم والموجودة ب 18 بلد بأمريكا اللاتينية، بتواجه الشركة مزيد من العراقيل، الأمر اللي بيعني بمكان ما أنه من ساهم بثراء سليم انقلب عليه. ومن هالعراقيل، منع الحكومة البرازيلية أمريكا موفيل من مد شبكاتها السلكية ببعض الولايات، مما دفع سهمها للتراجع 16% بعد 23 تموز حتى اليوم. وبتمثل الشركة 53% من ثروة سليم البالغة 73 مليار دولار، بالوقت اللي بتستحوذ فيه على 38.6% من عدد مشتركي خدمات الاتصالات اللاسلكية بأمريكا الجنوبية وبمنطقة البحر الكاريبي. من الأخبار إلى جولة البورصات، البداية طبعا بورصة بيروت اليوم اللي أنهت الجلسة على استقرار بظل مزيد من الاستقرار عم تشهد أسهم سردير، واللي أنهت الجلسة عند 12 دولار تقريبا. ابتعد المؤشر السعودي اليوم عن أعلى مستوياته بأسبوعين بضغط من قطاع البتروكيماويات والبنوك، وأيضا بظل غياب المحفزات بالسوق بالأجل القصير، والمتوقع أنه يبقى السوق السعودي دون تغيير حتى نهاية 2012. إلى المؤشرات الأوروبية اللي أنهت الجلسة على استقرار بعد ما فشلت انتعاشة مبكرة للأسهم باختراق مستوى فني، طبعا هالمستوى يعتبر مستوى مقاومة مكان معين مع استمرار المخاوف حول الاقتصاد الأمريكي، وأيضا بعد تحذير المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أنه الأسوأ بأزمة منطقة اليورو لم ينتهي بعد، كما وأنه ليس بمقدرة أحد التكهن بموعد محدد لتجاوز الأزمة. أيضا الاستقرار مسيطر على وول ستريت بانتظار أي تطور بالمفاوضات المستمرة طبعا حول الميزانة والإمكانية الابتعاد عن الهوية المالية السلبية واضحة على المؤشرات بهاللحظات، ولكنها بتميل إلى استقرار. الذهب عند أعلى مستوياته
عند أدنى مستوياته بأربع أسابيع رغم تراجع الدولار بعد ما كان رفض البيت الأبيض مقترح لجمهوريين بدعي لإصلاحات ضريبية وتخفيضات بالإنفاق حوالي 1693.94 دولار تبان للأونصة، وهي أول تراجعات للمعادن من أربع جلسات حتى اليوم. طبعا هالمخيف الأمريكي كان ضغطت أيضا على النفط اللي عم بيسجل تراجعات بمعدل ال تقريبا 1% إن كان برنت أو دبليو تي آي الأمريكي. ارتفع اليورو مع تراجع العائد على سندات عدد من دول اليورو بظل اتخاذ مزيد من الخطوات للسيطرة على الأزمة. منطقة اليورو 31.94 يورو دولار. رغم صناهية الاقتصاد بنعود لكم متابعة نشط الأخبار. يعطيك العافية موريس. وإلى صفحة متفرقات سريعة. استضاف البيت الأبيض حفل تكريم مميز للأسطورة بعالم الموسيقى ليد زابلن وغيره من العاملين بمجال الترفيه على المسرح وعلى الشاشة، وذلك لأجل مساهمتهم بالفنون والثقافة الأمريكية. رئيس الأمريكي باراك أوباما هو يلي كرم هالشخصيات، وطبعا ما خل الجو من مميزاحاته المعتادة. الرمز الشهير بعالم الملاكمة والبطل السابق عن فئة الوزن الثقيل محمد علي انعطى لقب ملك الملاكمة خلال الملتقى 50 لمجلس الملاكمة العالمي يلي صار بمدينة كانكون المكسيكية. محمد علي جرد من لقبه وتم توقيفه لأنه رفض ينضم إلى الجيش الأمريكي خلال الحرب مع فيتنام، وتقاعد عام 1981 قبل ما يتم تشخيصه بمرض الباركنسون عام 1984. أعلنت الممثلة وسفيرة الأمم المتحدة أنجلينا جولي بمقابلة تلفزيونية أنه من المتوقع جداً أنها تتخلى عن عملها بمجال التمثيل لما يصيروا أولادها الستة بسن المراهقة. أنجلينا أكدت أنها بتستمتع كتير بعملها، لكن إذا خسرته رح تكون سعيدة بأنها تصير موجودة بمنزلها مع أولادها طول الوقت. الصفحة الرياضية مع الزميل عماد أبي هيلة. مسوار المرحلة الأخيرة للدور الأول من تشامبيونز ليج راح تنطلق مساء اليوم، مباريات قوية منتظرة بالمجموعات الأربعة الأولى لتحديد الصدارة. بعد تأهل 13 فريق من أصل 16 للدور الثامن النهائي، بتبقى المنافسة على آخر ثلاث بطاقات وعلى صدارة بعض المجموعات اللي بعد ما حسمت لهلأ، مثل المجموعة الأولى اللي رح تشهد مساء اليوم مواجهة قوية بين باريس سان جيرمان وبورتو على ملعب بارك دي برانس بباريس، علما أنه الفريقين سبق وتأهلوا للدور المقبل. وكان الفريق الفرنسي تلقى خسارة مفاجئة بالمرحلة السابقة من الدوري المحلي مع نيس، فتراجع للمركز الرابع بالترتيب، فازدادت الضغوط على مدرب الفريق كارلو أنجلوتي المطالب بحصد الألقاب لفريق الأغنياء الجدد. بالمجموعة الثانية راح تنلعب صدارة المجموعة بين شالكي وأرسنال يضمنوا التأهل سابقا، عندما بيحل الأول ضيف على مونبولييه والثاني على أولمبياكوس. بالمجموعة الثالثة بيستضيف مالاغا يلي ضمن الصدارة فريق أندرليكت، فيما بيلعب أسي ميلان الثاني والمتأهل أيضا مع زينيت سان بيترسبورغ. وبالمجموعة الرابعة بيستضيف بروشيا دورتموند المتصدر فريق مانشستر سيتي الخارج من المنافسة، والريال مدريد الثاني أجاكس أمستردام. بالNBA سجل بلاك جريفن 30 نقطة ساعدت فريق لوس أنجلوس كليبرز للفوز على فريق يوتا جاز بنتيجة 105 مقابل 104. فريق يوتا جاز يلي كان عم يسعى لتحقيق فوزه 13 على التوالي كان متقدم بمعظم اللقاء، ولكن قبل 5 ثواني من النهاية سجل جمال كروفورد سلتين أعطت الفوز للكليبرز يلي ألحق بالخسارة الأولى لفريق يوتا جاز على أرضه. ومن أبرز النتائج كان فوز أورلاندو ماجيك على جولدن ستيت ووريورز، فوز بورتلاند، فوز دنفر، وفوز نيو أورليانز. محليا جرت بالويك اند دورة نادي الصخور دبي للرماية بمشاركة واسعة على أبواب انتخابات الاتحاد الجديدة. استضاف نادي الصخور دبي مباراة بالرماية بالذكرى الخامسة لتأسيسه بمشاركة 45 رامي لفئتي الـ A و B من مختلف الأندية اللبنانية، بإشراف رئيس النادي المنظم سليم مسعود وحضور رئيس الاتحاد زياد ريشة إلى بطل لبنان بالتراب إليب الجاني. وأسفرت النتائج عن فوز جو سالم من نادي توني ويزن بالفئة A أمام مارسيل طويلة من نادي البقاع في محل بيير جالخ المرشح الأقوى لرئاسة الاتحاد الجديد بالمركز الثالث، علما أن الجلخ هو رئيس الاتحاد السابق ورئيس نادي الصفرة حاليا. فأظهرت عملية تسليم الجوائز نوع من حال التسلم وتسليم بينه وبين الرئيس الحالي. وبالفئة B تفوق لي نجم من نادي توني ويزن على كل من كمال خصوب وسعيد رزق من نادي الصخور. مشاهدينا هذا كان كل شيء بالسبور لهلا. فادي وديانا برجع لكم. الأحوال الجوية مع الزميلة ألين برمانة أبي هيلة. الاعتماد اللبناني مصرفك لكل الفصول. بونسوار.
الأجواء الشتوية الباردة اللي عم بتسيطر على لبنان مصدرها منخفض جوي فوق الجزر اليونانية حامل معه هواء بارد رح يأثر على طقسنا حتى يوم بكرة. بكرة نهارنا غائم جزئيا مع أمطار بفترة الصبح وتلج على ارتفاع 2000 متر وما فوق، بيرجع من بعدها طقسنا بيتحسن تدريجيا ابتداء من الظهر بس الأجواء بتكفي بردة. اتجاه ريح جنوبي غربي الحرارة على الساحل بتتراوح بين 20 و21 درجة، على الجبال بين 12 و19، أما بالداخل فبتتراوح بين 17 و18 درجة. الرطوبة عالية على الساحل، الهواء متوسط السرعة بيقوى ببعض الأوقات، البحر مائج والجو مثل ما ذكرنا ممطر بيتحسن تدريجيا ابتداء من الظهر. جولة من الجو بتاخذنا فوق بعض المناطق والضياع اللبناني لنشوف كيف طقسها بكرة، ومنبلش جولتنا من مشتى حسن 17 درجة، حردين 14، 16 درجة بحراجل، بعبدة 20، عندارة 18 درجة، صيدا وصور 21، 17 درجة برميش، كمان بحصبية 16 درجة بخربة أنفار، والختام بيكون بالهرمل مع 17 درجة. لمحة سريعة عن طقس بكرة والأيام الجاية، بكرة الأربعاء بتسجل حرارة 20 درجة بالنهار، طقسنا ممطر وبيبلش يتحسن ابتداء من الظهر، 21 درجة لنهار الخميس وطقسنا غائم بيرجع بيتحول إلى ممطر نهار الجمعة ونهار السبت وبتستقر الحرارة على 20 درجة. انتبهوا على الطرقات وين ما كنتوا رايحين، وأنا بلاقيكم بنشرات لحقة. ختم النشرة، شكرا للمتابعة. المزيد عبر MTV لبنان نيوز، على موقع تويتر MTV لبنان، على موقع فيسبوك و MTV.com.lb. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.